يعطيكم العافية. من جديد كنا المرة الماضية حكينا عن الفيلانز، حكينا كيف نحنا بدنا كيف منفرق بين layer 2 switch بين layer 3 switch، حكينا كيف نحنا منحط اعدادات الراوتر او السويتش او اي تجهيز من تجهيزات الشبكية باستخدام الكونسول. طيب استخدام الكونسول راح يتطلب منا انه نحنا نكون متواجدين فيزيائيا بنفس مكان تواجد السويتش او الراوتر. فعليا معظم الشبكات بيكون السويتش او الراوتر موجود بخزانة معلقين بالحيط وبعد، فما بنقدر نوصل لهم الا عن طريق سلم او اي اداة تانية. طيب شو الحل؟ الحل انه نحنا بنقدر نفعل على هي التجهيزات الوصول عن بعد عن طريق التلنت. طبعا هي قناة نقدر نحنا نوصل عن طريقة لأي تجهيزة ونبرمجها. طيب كيف نحنا رح نبلش ببرمجة التجهيزات؟ كيف نحنا رح نفعل التلنت؟ كيف نحنا رح منسمي أي تجهيزة؟ هنحط لها باسورد، لأنه دائما لازم يكون في عندي التجهيزات باسورد بحيث مو أي حدا بيقدر بيدخل بيغير بالإعدادات، بالتالي ضمان لحفظ الإعدادات، زيادة سكيورتي. رح نعرف كيف نحن هنحط اي بيات، هننشئ فيلانات، هنربط السويتشات مع بعض او سويتش مع راوتر او راوتر مع راوتر حسب الشبكة.